دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة أو لمرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تك ورا تك 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 العوافي من ديمقراطية والعوافي للنائب وليد جنبلاط. العوافي. أنا ما تابعت أخبار كتير اليوم، بس خبروني إنك أعلنت إنه ما رح تدعس بالشام لا أنت ولا تيمور من هلأ لتخلص حياتكم. صحيح قلت هالكلام، بس مش هيك قلته بغير أسلوب. كيف قلته؟ قلت إنه أنا وتيمور ما رح ندعس بالشام إلا بعد ما يسقط النظام وتتحرر. إنه ما رح تدعسوا هونيك لأبد الأبدين. صح، يا قرد ما بقى في روع بيتي هونيك، يا قرد. شكرا وليد بيك. ومن بعد الأخبار عن بدء انفراط الجيش السوري الحر وامتناع الولايات المتحدة وبريطانيا عن تسليحه، جرت هالمكالمة الهاتفية التقييمية بين الحريري وجعجع. ألو دكتور جعجع، فينا نقيم الوضع أنا وياك؟ طبعا من أيمو يا شيخ سعد، الوضع عاتل جدا. الولايات المتحدة وبريطانيا ما بقى رح يصلحوا الجيش الحر. صح، وفي أخبار بتقول إنه سليم إدريس رئيس أركان الجيش الحر علقان على حدود مع تركيا وما بقى فيه كتير يتحرك. صحيح، وأمين سر الجيش الحر النقيب عمار الواوي اختفى، ويقال إنه داعش خطفته. صح، والشمال السوري كله صار تحت سيطرة داعش وجبهة النصرة والجبهة الإسلامية، بح جيش سوري حر. صحيح، مقصات كبيرة ومشكلة فظيعة. نحن الواقعين بالمشكلة الفظيعة، مش هيك قصدك شيخ سعد؟ مظبوط، مدام الثورة السورية صارت عسكريا بيد داعش والنصرة والقاعدة، ما عاد فينا ندعمها، منكون عم ندعم الإرهاب. صح، شفت مالله مصيبة؟ وما فينا نتراجع كمان لأنه بيكون خيارنا خسر وجرسونا بلبنان. لازم ندعم شخصية سورية جديدة غير إدريس والواوي، شخصية معتدلة ويكون صوتها مسموع. عفكر بمين؟ وأنا كمان الإيتا أسالة. شو رأيك ندعم أسالة؟ أوه تمام حكيم، تمام، أسالة خيار ممتاز. وبيصير شعار الثورة الثورة أسالة. تابعونا بعد الأعلان ليش ما اجت أليكسا على لبنان. من تابع ديمقراطية، وحده النايب ميشيل المر قدر يعرف ليش العاصفة أليكسا ما اجت على لبنان، ونحن وياكن هلأ رح نعرف السبب من خلاله. وبتمنى لكم نهاية أسبوع حلوة، والتنين بشوفكم. إنها أليكسا العاصفة الروسية القطبية تحمل معها هارد سيبيريا إلى شواطئ مسار العاصفة. المواطنين عم بتسألوا هل صرنا بعين العاصفة؟ شو بيك عم تضحك؟ عم أضحك على الأرصاد الجوية واللي بيعملوا نشرات التأس على التلفزيونات وعلى وزير التربية وعلى كل الناس. وليش عم تضحك عليهم بابا؟ على الضرب اللي أكلوه بسبب أليكسا. ناطرينا 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 وما إجت، راحت على فلسطين والأردن ومصر وأنجأ طرطشت علينا طرطوشة صغيرة. أي وهالقد بدها ضحك بابا؟ ولو عم أضحك لأنه مش عارفين السبب اللي ما خليها تيجي على لبنان، معطرين. ليش أنت عارف شو السبب بابا وليه ما إجت؟ معلوم الياس. عم تمزح بيي؟ عم تجرب تستلمني وتقلي إنك مش عارف السبب؟ لا والله العظيم مش عارف شو السبب الياس بيي. وحياتك يا بابا، شو عرفني ليش ما اجت أليكسا؟ الياس بشرفك، مش انت عطيت اوامر للانتربول يوقفوها على الحدود؟ بابا بعرفك بابا متواضع وما بتحب تحكي عن انجازاتك، بس مين في رد أليكسا غير الانتربول والياس؟ ها؟ ها؟
دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تك ورا تك 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 ت